Hello, how are you today? شلونكم يا حلوين؟ أولادنا الصغار. طبعاً اليوم رح يكون درسنا هو الفصل الأول، الدرس الأول للصف الأول الابتدائي. رح يكون اسم الفصل My House. My House يعني منزلي أو بيتي. الحرف الأول اللي رح ناخذه هو حرف الأي. هذا شكله، طبعا هذا الشكل الصغير للحرف. أما صوته فراح يكون آ آ. يكون في كلمة apple في بداية كلمة apple وفي بداية كلمة aunt. apple aunt آ آ. ناخذ شكله الكبير، هذا شكله الكبير وهذا شكله الصغير. كيف نكتبه؟ ممكن تستخدمون إذا موجودة بورد بالبيت، سبورة، أو هذه الأوراق العادية المغلفة بالنايلون، ممكن تصير صبورة لأنه تنكتب وتنمسح ببساطة. فأخطط 4 خطوط مثل تخطيط النشاط وأكتب حرف الأي صغير هذا الاتجاه حسب اتجاه السهم، وحرف الأي كبير على 3 أسطر. دائما التخطيط يكون 4 3 أسطر للحرف الكبير صاعد بعدين هذا الطريقة. دائما ما ننسى أن نكتب من اليسار إلى اليمين، أما الحرف الصغير دائما يكون على الخطين الوسطيين، خط وسطي. يعني هذا الحرف هو حرف وسطي، لأن الحروف عندنا تنقسم إلى 3 أنواع: صاعد، وسطي، ونازل. فالأي اللي صوتها أ من الحروف الوسطية. كيف نمرن التلميذ في البيت؟ أنه أسفل صفحة موجود رسم الحرف، نمرر أصبعنا عليه، لأنه إحنا في مرحلة ما قبل الكتابة وقبل القراءة، فهنا نمرر أصبعنا على الحرف كتدريب أولي ل3 مرات. وبعد الانتهاء من ترديد الصوت أ، أبل، أنت، وكلمة هلو 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 هلو، وبعد الانتهاء من درس البيوبل بوك كتاب الطالب نذهب إلى كتاب النشاط. المطلوب من عندنا بكتاب النشاط أنه نطوخ الحرف، ودائما أكون حريصة أنه الخط يكون متواصل ومرة واحدة، لا أرسم في هذا طبعا لأنه هم مبتدئين وفي بداية الكتابة أو في مرحلة ما قبل الكتابة، فأكيد حتى مسكة القلم راح تكون يعني غير مضبوطة. فأحاول أعلمهم مسكة القلم وأخليهم trace the letter، يمررون القلم على الحرف بهذه الصورة مرة واحدة، الحرفين الكبيرين وثم الحروف الصغيرة أيضا يمررون القلم عليها، ثم على كلمة hello هذه راح يلونوها color تلوين. hello راح يلونوها أي لون يعجبهم، كلمة hello. ومن ثم هذا التمرين trace and color أيضا راح نمشي بالقلم هكذا، نطوخها بالقلم الرصاص، بعدين نلون هذا الفيس مال البير مال الدوب، وثم هذه الشوز أيضا نمرر القلم وبعدين نلون. هذا بالنسبة لدرسنا اليوم عن حرف الأي للمرحلة الأولى صف الأول الابتدائي English for Iraq. Goodbye.